السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، هذا العلم عزيز، والله جل في علاه يغار أن يعطي لؤلؤته لأي أحد. فالله جل في علاه كما قال في كتابه أن الله جل في علاه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فكذلك فإن الله يصطفي من الناس من يكون وكيلا لهؤلاء الرسل الذين هم أنبل من خلق الله جل في علاه وأعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه، يأتي في دربهم وعلى نهجهم العلماء النبلاء الذين أخلصوا لله جل في علاه. فإذا خصك الله بهذه الفضيلة وهذه الخصيصة فإياك ثم إياك أن تتزهد في نعمة أنعم الله عليك بها وقد حباك وقدمك على غيرك، فإن ضيعت هذه الفضيلة فكيف لك أن تلتقي عند ربك جل في علاه؟ إن الله جل في علاه كما قلنا قد اصطفاك على الناس بمثل هذا الفضل، فلا تزهد فيه بحال حتى لا تضيع منك هذه اللؤلؤة. وقد قال علماؤنا: يا أهل الحديث لا تضيعوا هذا الحديث، أو قال الإمام مالك: يا أهل العلم لا تضيعوا العلم. فقالوا: يا إمام، وكيف نضيع العلم؟ قال: أن تؤتي العلم لغير أهله. فالذي يتزهد في مثل هذه المجالس هذا ليس أهلا ليتعلم، فنحمد الله جل في علاه أن الله جل في علاه يبعده عنه. والذي يحرص حرصا شديدا على مثل هذه المجالس هذا الذي إذا صدق ربه جل في علاه قد تشرق شمسه قريبا والأمة تحتاج إليه. كان الإمام الأعمش سليمان بن مهران، وفيه ما فيه من الشدة والحدة على طلبة العلم، وهذا أيضا بلاء من الله جل في علاه ليختبر صدق طلبة العلم، فلكنه كان عزيزا بعلمه. يقال بأن الأمير بعث إليه بورقة، وهذه الورقة كان قد بعث إليه بعطايا، كتب له بعطايا، فأخذ الورقة ورأى عنزة خلفه فأطعمها لعنزته. كان عزيزا بما يحمل من العلم، كان يجلس مع طلبة العلم يقول: والذي نفسي بيدي لولا الحديث لاتخذتموني بقالا، يعني ما اعتبرتم لي عبرة. وكان شديدا على طلبة العلم. مرة في ذات مرة على الأسواق والناس يبيعون الطعام والشراب، فالتفت بعض الناس فعلموا من هو الأعمش، فالتف الناس حوله التفافا عظيما كأنه الملك، حتى قال الباعة: من هذا؟ من هذا الذي تلتفون حوله؟ قالوا: هذا الأعمش. فقالوا: ومن الأعمش؟ إيش المعمش هذا؟ وما الأعمش؟ فقالوا: هو محدث يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفوا حوله وتركوا ما انشغلوا به من البيع، فقالوا له: يا أعمش حدثنا. فنظر إليهم كالمزدري لهم وقال لهم: أقلد الخنازير اللؤلؤ؟ طبعا هذه شدة، يعني الحمد لله أنهم ما دفنوش في نفس المكان، لا، وهو عوام يعني لا يفهمون شيئا، لكنه أراد أن يبين أن هذا العلم من العزة بمكان، وهذا العلم عزيز حقا ليس لأي أحد أن ينال مثل هذا العلم. فقال: أقلد الخنازير اللؤلؤ؟ وأيضا لما نزل الإمام الشافعي مصر وهو يعقد المجالس كان يتكلم بالتأصيل العام على القواعد والتخصيص وأيضا المطلق والمقيد، ففر الناس منه، وأيضا خالف مالك في الكلمات، وكانت المسألة على شدة في أهل مصر لأنهم كانوا يتبنون مذهب الإمام مالك، حتى أنه بعض الجهلاء كان يقوم الليل يقول: من أول الليل أقوم لربي ثم أبتهل في السحر أن يقبض الله الشافعي. فكان يقول: اللهم اقبضه وخذه حتى لا يضيع علم مالك. يا رجل افهم، تعقل،
الله تعالى لما كتب القبول للمالك يكتب القبول للشافعي والكل ينتفع، فكيف تدعو على الشافعي؟ وهذا حسدا وحقدا، يعني هذا بيكون فيه الحسد والحقد في القلب، ولذلك الحاسد محترق لا يمكن أن يرتقي بحال من الأحوال. فكان الإمام الشافعي قال له الربيع تألف الناس قال أأنثر الدرر وسط سارحة النعم، أأنثر الدرر وسط سارحة النعم، الذي يعلم معنى اللؤلؤة ويعلم قيمة اللؤلؤة سيحرص عليها، هذا الذي يقتنيها، والذي لا يعلمها فبعدا ثم بعدا وسحقا ثم سحقا، لأن الذي لا يعرف الفضل لأهل الفضل ليس من أهل الفضل. نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه المجالس وأن يثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا، وأن يجعلنا ممن يسعى سعيا حثيثا في التحصير والتعلم والتعبد ونشر ذلك بين الناس. نبتدئ اليوم بالكلام على الأدلة النبوية القواعد الأصولية، ونثني بعد ذلك بالرسالة ونحن على مشارف الانتهاء منها. بلغنا في هذه القواعد، القواعد طبعا القواعد كما قلنا القواعد تكون أغلبية، والقواعد ليست كل قاعدة من القواعد الأصولية متفق عليها يكون مختلف فيها، لكننا بنأتي بالقاعدة ونأتي بالأدلة الأصلية النبوية عليها. القاعدة قاعدة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب أم على الاستحباب أم على الإباحة؟ يعني هل أفعال الإنسان تدل على الوجوب؟ طبعا لما نصدر الباب في القاعدة بالسؤال هل تعلم أن فيها من الخلاف ما فيها، فبعض العلماء من الشافعية وأيضا هي رواية عن مالك وأحمد يرون بأن أفعال المسلم على الوجوب، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب. فإن وجدت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لو قلنا شرحا وتفصيلا، لو قام النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي استقبل القبلة ثم رفع يديه فكبر ثم رفع يديه حذوة منكبيه في الرواية حذوة أذنيه، فهي على الأصل هنا على أنها على الوجوب ما لم يدل دليل ألا أنها على الاستحباب. وهؤلاء يستدلون بأدلة كثيرة جدا، وهذه الأدلة تعتبر وقائع، هذه الوقائع يقولون هذه الدلالة على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، لا سيما وأن السلام عموما كما في الصحيحين قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني كلية، هو الآن من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلى بأصحابه وكان قد لبس النعل وصلى في نعله بأبي هو وأمي، فصلى الناس في نعالهم، وهذا أصل من أصول الشرع لمخالفة أهل الكتاب، فصلوا في نعالهم ثم خلع عن مسلم وسط الصلاة، وهو في الصلاة حالة كونه مصليا خلع نعله، فقام الناس فخلعوا نعالهم، فلما انقضت الصلاة وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم قام للقوم وقال لما خلعتم نعالكم؟ فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا. فهنا يستدلون بهذا الحديث على أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، لأنه لما لبس النعل وصلى لبسوا النعال وصلوا، ولما خلع النعل وهو في الصلاة مع أنها حركة من حركات الصلاة في حركات في الصلاة فخلعوا نعالهم امتثالا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذه دلالة أن الصحابة يتبنون أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب والائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الأفعال على الوجوب. من ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يجامع أهله ثم يكسل، يعني ما ثم جامع أهله ثم أكسل، فهل عليه من غسل؟ أكسل يعني جامع من غير أن ينزل، فجامع الرجل امرأته من ثم أكسل فهل عليه غسل؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة بجانبه قال أفعل ذلك أنا وهذه وأغتسل، قال أفعل هذا أنا وهذه وأغتسل. طبعا هذا الحديث يستفاد منه أنه يمكن أن يتكلم المرء فيما يستحى منه من أجل تعليم الناس وتشريع الناس، وهذه دراسات تبيح المحظورات إذا قلنا بأن هذا الأمر على الحظر، لكنه خلاف الأولى وأنه يستحي منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الرجل فقال لزيادة طمأنينة القلب قال أفعله أنا وهذه وأغتسل. الوجه الدلالة من هذا الحديث على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب كأنه قال فإن رأيتني أغتسل فوجب عليك أن تغتسل، فإن رأيتني أغتسل فوجب، هذا بلسان حاله الآن، فإن رأيتني أغتسل فوجب عليك أن تغتسل. واستدلوا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة، يعني هذه الوقعة العظيمة التي حدثت بالفتنة
يعني الشديدة عندما يعني رد الذين كفروا النبي صلى الله عليه وسلم من البيت وأراد أن يطوف بالبيت، فقالوا لا والله ليس هذا العام. وبعد صلح الحديبية والشروط المجحفة حتى قام عمر الخطاب يقول لسنا على الحق أليس على الباطل، فلمن نعطي الدنيا في ديننا. القصة المشهورة جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قام وأمرهم بالتحلل وحلق الشعر ونحر الهدي، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أمرهم قولا فلم يمتثلوا لأنهم حسبوا أن المسألة على الاستحباب ولهم الخيار في ذلك، لا سيما أنه قد خرج بهم وعزموا العقد على الدخول وعلى الطواف بالبيت، لا سيما أن الله تعالى قال ولقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فهم طمعوا في الدخول فقالوا القول هذا على الاستحباب فلم يمتثلوا، فدخل مسلم مغضبا على أم سلمة فقالت يا رسول الله من أغضبك أهلكه الله، فقال أرأيت أمرت الناس بأمر فلم يأتمروا، فقالت يا رسول الله أخرج وأتي بهديك وانحره ثم ادعو بالحلاق فليحلق شعرك ولا تكلم أحدا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى رآه الجميع فذبح هديه ونحره، ثم بعد ذلك دعا الحلاق فحلق، فقاموا جميعا يمتثلون لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن كما قال الراوي كل واحد يأخذ برأس أخيه يجره كأنه سيقتله وهو يحلق له امتثالا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن عندما قال لم يمتثلوا، وعندما رأوه يفعل امتثلوا، فقالوا هذه فيها دلالة قوية جدا. وطبعا هذا عجيب جدا، هم يستدلون بها على أن الفعل هنا أقوى من القول، بأنهم امتثلوا عندما فعل ولكن لم يمتثلوا عندما قال، حاسبوا أن الأمر عندهم بالخيار. الغرض المقصود بأن هذه الأدلة التي يستدلون بها على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الوجوب. وأيضا من الآيات قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأصل أنهم قالوا يسلموا تسليما في كل شيء، في القول وفي الفعل وفي الحكم. وأيضا قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوني في الأصل والفصل وأيضا الأصل والفرع والفعل والقول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأيضا قول الله جل في علاه وإن تطيعوه تهتدوا، أناط الهداية باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في القول والفعل. وقال الله جل في علاه واتبعوه لعلكم تهتدون. وهذه كلها آيات تدل على الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا وجه الدلالة فيها هو العموم، ممتازين، وجه الدلالة العموم في القول أو في الفعل، فلا بد من امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الفقهية هذه، المسألة الأصولية هذه، مسألة طبعا فيها نظر على أن نقول بأن الأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، هي مسألة خلافية، لكن هذه أدلة نستدل بها على من قال أو يستدل بها على من يستدل بها من قال بأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الاتباع. لكننا نقول الآن ننظر في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أفعال للعبادات، أفعال جاءت للعبادات، أفعال كانت على العادات، عادة النبي صلى الله عليه وسلم على عادة قومه كالعمامة وغير العمامة على ما قلنا يعني. وأيضا أفعال هي جبلية، أفعال جبلية، وأفعال هي لا ندري هل هي عبادة أم لا، فيها شك أنها عبادة أم لا. طبعا الأفعال التي فيها شك كنزول النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالأبطح. لا، ما ليس فيها ثمة الدليل هل نزول بالأبطح هذا بعد الحج هل هذه سنة أم لا. فلذلك اختلف الصحابة هل نزل قاصدا أم النزول كان أيسر له وأسمح وكانت موافقة لا قصدا. أما عائشة بن عمر أما عائشة بن عباس يريان بأن نزول مسلم بالأبطح كان نزولا موافقا، موافقة جاء موافقة وليس قصدا، وكان أسمح للنبي صلى الله عليه وسلم فليس من السنة بمكان. وأما ابن عمر فرآه من السنة وقال بعد الحج لابد أن ينزل بمنزل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كلام عائشة هو الأرجح، لكن هذا الفعل هو الذي تأرجح بين أن يكون سنة وبين أن يكون ليس بسنة. فهذا فيه خلاف أيضا من العلماء. فالأصل أن نقول إذن الأفعال على مراتب، فعل هو العبادات والكلام بأسره على الفعل الذي هو عبادات، الفعل الذي هو العبادات هذا الذي فيه الخلاف بين العلماء، هل هذا الفعل على الوجوب أم على الاستحباب. إذن هذا القول قول مالك الشافعية، وهو رواية عن بعض المالكية والحنابلة بأن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب. يبقى إذن كما قلنا إذا 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 قلنا بأن هذا القول هو الراجح، يبقى الأثر كل فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون واجبا. أما القول الثاني فهو قول جماهير السلف والخلف المحققون من الشافعية والحنابلة والمالكية، يرون
بأن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب لا الوجوب، واستدلوا على ذلك بأدلة. من الأدلة الأصل، إذ الأصل عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب، والأصل براءة الذمة، والأصل عدم الإلزام. واستدلوا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى في الناس، وهذا الدليل مشترك بين الطائفتين. قام فصلى بالناس في رمضان، صلى بهم قياما، فصلى أناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم ليلتين قام في الثالثة فقال، فلم يخرج لهم، قال قد علمت مكانكم مني، ثم قال خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن تفرض عليكم. قال وجه الدلالة هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الاتباع على الوجوب ما قال خشيت أن تفرض عليكم، وهو فرض عليهم الآن أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علم الناس بالإجماع أن هناك من علم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أو بالمسجد ولم يذهب ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان لا يقوم الليل، لا يستطيع أو قيام الليل يعني ما قامه، منهم من يعني فعل ذلك. فهذه فيها دلالات واضحة جدا على أن الأصل في الفعل عدم الوجوب، الأصل في الفعل عدم الوجوب. وعندنا أدلة كثيرة جدا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بعد العصر، فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يواصل في الصوم كما سنضرب الأمثلة على هذه على هذا الباب أو على هذه القاعدة. الغرض المقصود جمهور السلف والخلف من المحققين يرون أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب للوجوب، وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح. واتفق الفريقان بأن الفعل إن خرج بيانا للواجب فهو على الوجوب، إن خرج الفعل بيانا للواجب فهو على الوجوب. لما قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقام النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات التي ذكرها الله جل في علاه وبين لنا كيف الغسل وكيف التيمم. قلنا هذا الفعل يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأن ما خرج بيانا للواجب فهو واجب. ولذلك لما فعل أفعالا في الحج قال في الحج قال خذوا عني مناسككم، فجعل الاتباع في هذه الأبواب من الوجوب بمكان. لذلك ابن كثير قاعد قاعدة مهمة جدا، وهي من أهم القواعد التي انخرمت على كثير من الفقهاء، كل فعل للنبي في الحج هو على الوجوب، وهذا صحيح. كل فعل في الحج من النبي صلى الله عليه وسلم فهو على الوجوب، إلا ما دل الدليل على السنية، يعني إذا دل الدليل على الصرف على أنه يصرف فهذا صحيح. يعني الترتيب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، رن حط رمي نح وبعد ذلك حلق وبعد ذلك طواف، هذا ترتيب واجب أصالة، لكن جاء الدليل فصرف عن الوجوب الاستحباب. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أخر إلا قال افعل ولا شيء، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ولذلك العلماء يقولون ويعود الأمر على ما هو عليه بعد يوم النح، وهذا عند المحققين من الشافعية والحنابلة يقولون يعود الأمر على الترتيب بعد يوم النح، ليس له إلا في يوم النح فقط الذي قال فيه الراوي ما سئل في هذا اليوم أن سلم عن شيء قدم أو أخر إلا قال فعل ولا حرج. والحنابلة قيدوها تقييدا أعظم من ذلك، وقالوا هذه للناس فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل في بعض الروايات قال له حلقت قبل أن أنحر، أو قال لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فجعل فعل الحلق قبل النحر بما بعدم الإرادة ولم أشعر، فلذلك قال الله فعل ولا حرج للتأصيل العام، رفع علامات الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فقالوا إذا كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خذوا عني مناسككم خرج بيانا للواجب، والقاعدة عند العلماء الأصولية ما خرج بيانا للواجب فهو واجب. هذا التأصيل العام بالاتفاق بين الطائفتين، والخلاف ما زال مطروحا، وهو هل الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، هل الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب أم على الاستحباب؟ أدين الله بأنها على الاستحباب، وهذا الأسمح وهذا الأوفق للأصول الشرعية. وقال بعض المحققين هو على الوجوب، لأن الله تعالى قد قال جملة واحدة وما آتاكم الرسول فخذوه، وما آتاكم قولا أو فعلا أو تقريرا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الأمثلة على مسألة الأمثلة تؤكد لك وتعضد لك على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب لست على الوجوب. المباشرة حين الصوم، رجل صام في رمضان يباشر زوجته، يباشر زوجه، يقبل زوجه، هل هذه على، إن كنا على الوجوب قلنا يجب على كل إنسان أن يقبل امرأته في رمضان وأن يباشر امرأته في رمضان، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم، وقالت كان يقبل نساءه وهو
صائم. في رواية ضعيفة ليست صحيحة قالت كان يقبلني ويمص لساني، وهذه طبعا العلماء قالوا على أنه يبصق الريق لا يبتلع، النبي صلى الله عليه وسلم هذا إن صح والحديث فيه ضعف، لكن أصل المسألة ثابتة لأنه كان يقبل وكان يباشر حين يكون صائما رضي بأبي هو وأمي. قد يرد على مثل هذا، قد يرد على من يستدل به على أنه على الاستحباب، لأنه الاتفاق أنه لا, 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 لا يقال يجب على الرجل أن يباشر امرأته حين يكون صائما. فالعلماء ممكن لإيراد من يعترض على الاستدلال بمثل هذا على الاستحباب يقول لا، هذا الحديث قد جاء لنا البيان والقرينة لتثبت أنه ليس على الوجوب، فإن سألت وما القرينة أجابوك بأن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت وكان أملككم لإربي، وأيكم أملك لإربي، وكان أملككم يعني هو حاسم بأبي هو وأمي، يباشر أو يقبل لكن لا يجر ذلك إلى ما فوق ذلك فلا يبطل الصوم عنده حاشاه ثم حاشاه. فالحق أنه هذا إيراد قوي، لكن ممكن يدفع هذا الإيراد، ممكن أحد يدفع لنا هذا الإيراد حتى يبقى لنا الدلالة على الحديث. أنتوا فاهمين الإيراد؟ جيد، هذه شطر الإجابة. لا لا لا، ما هو ده، هو ده تعضيد لما يقولون. يقولون الآن ليس لكم في هذا دلالة ولا روح دلالة، لأن هذه قد عائشة رضي الله عنها قد أظهرت ذلك، فجاء الصارف صرفة من الوجوب إلى الاستحباب لأنها قالت أيكم أملك لإربي، كان أملككم لإربي. والحديث الثاني يثبت ذلك، في حديث أبي هريرة عندما حسنه بأنه جاء شيخ كبير يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة في رمضان فأباح له وأجاز، وجاء شاب يسأل عن القبلة فلم يجزه، فقالوا إذا هذه المسألة على أنه إن كان يملك إربه فلا يفعل ذلك، فيفعل ذلك وإلا فلا يفعل ذلك. الحق أن هذا يمكن هذا الإيراد أن ندفعه بإيش؟ هو الدفع في هذا أحسن. طيب ما هو عائشة تكلمت إلى هو جيد، هذا شطر الإجابة. هو صحيح أنها ممكن ندفع هذا الكلام بنقول بأن أقصاها كان اجتهادا من هذا اجتهاد من عائشة، فعل النبي بذاته مستقل، فعل النبي مستقل، عائشة بتجتهد وتقول هذه المسألة خاصة برسول الله لأنه كان أملك لإربي. لذلك طرح ابن حزم هذا الكلام وقال الرجل لو بشر امرأته حين حالة كونه صائما ولو أنزل فصيامه صحيح، لأن الشرع أباح المقدمة، فالنتيجة لا حكم عليه. فالحاصل بأن المسألة ممكن تدفع هذا الإيراد بأن عائشة اجتهدت، رأت أن السلام يقبل وهو صائم، نعم هو صائم، فقبل وهو صائم لأنه أملك لنفسه عن الناس، أو الناس لا يساوون النبي صلى الله عليه وسلم في أن يملك كل إنسان من نفسه، فلا يتعدى بعد ذلك إلى أن ينتهي أمره إلى الجماع. لكن ممكن أيضا يستدل من يستدل بأن المسألة على العموم، بأن عمر بن الخطاب لما سلم على القبلة قال هي كالمضمضة، وهذا من أدلة القياس. والآن عندما حسن هذا الحديث فيبقى الحق أن هذا الحديث أيضا يستدل به على أن الفعل ليس على الوجوب. قد باشر النبي وبالإجماع ما أحد قال، لا أعلم أحدا من العلماء قال بوجوب تقبيل المرأة في نهار رمضان، حتى ابن حزم الذي توغل في الظاهر لم يقل بوجوب تقبيل المرأة ومباشرة المرأة في رمضان. فإذا هذا مثال أيضا يستدل به على من قال بأن الأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الاستحباب. أيضا من ذلك الثبات على صلاة ركعتين بعد صلاة العصر. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مال الصدقة فقام يقسمه بأبي هو وأمي، فشغله تقسيم الصدقة عن سنة الظهر فقضاها وصلاها بعد العصر، حتى أن أم سلمة استغربت واندهشت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ألم تنهى عن ذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة الظهر وقضاها بعد العصر. عائشة في الرواية الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر ثم ثبت عليه، ثبت النبي صلى الله عليه. فلو قلنا بأنه يجب الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا يجب صلاة بعد العصر. وطبعا الذي خفف بالقول الشيخ الألباني من المعاصرين قال للعصر سنة بعدية وسنة قبلية، فالسنة القبلية هي المشهورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، والسنة البعدية قال يصلي ركعتين، وإلى عمر كان يضرب الناس على هاتين الركعتين حتى يخشى أن الناس قد أنزلوا هاتين الركعتين منزلة
الفريضة. فقال هذه دلالة أنه كانت معروفة ومشتهرة بين الصحابة يصلونها على أنها سنة. فهو يقول إذن الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بعد العصر ركعتين. فمن قال بأن الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب لا يلزمه، وهو يبتعد عن هذا لازم، يلزمه أن يقول صلوا بعد العصر ركعتين على الوجوب ائتساء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قائل بهذا بحال من الأحوال. وقد يخرج من هذا الإلزام بأن عائشة قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنشأ عبادة لا يتركها، يعني إذا أنشأ عبادة ثبت عليها. فهذا إلماح من عائشة أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو كيف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو أنت تركت سنة العصر، سنة الظهر، يمكن لك أن تقضيها بعد العصر؟ ممتاز يا أستاذ جهوري الصوت. ورجل قال لا، ليش لا؟ صحيح الراجح أن نقول هذا خاص وليس بخاص، هذا خاص وليس بخاص، خاص في ثبات، في الثبات على الركعتين، وليس بخاص في قضاء أصل الركعتين. ولذلك لما مر على رجل، هذا الحديث حسنه بعض المعاصرين، لما مر على رجل بعد صلاة الفجر فاستغرب منه سلم تصلي الفجر مرتين؟ قال الفجر مرتين. فلما انتهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر لم أكن قد صليتها فصليتها، لم أكن قد صليت هاتين ركعتين فصليتهما بعد الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا العلماء يقولون، وهذا يعني وإن كان فيه خلاف على مسألة وقت النهي، لكن هم يقولون له أن يأتسي بن سلم وأن يصلي الركعات النوافل الرواتب أو النوافل التي تركها ليس تكاسلا، انشغل عنها أن يقضيها ولو في وقت الكراهة، لأنها صلاة ذات سبب، لأنها صلاة ذات سبب. وهذه أيضا إذا أصل الائتساء في القضاء هذا مشروع مستحب وليس بواجب، ولم نرى أحدا قال بالوجوب. وأما الثبات على الركعتين بعد العصر هذا ليس له واجب ولا هو مستحب، بل قد نقول هو محرم، لأن هذا الوقت وقت إيش؟ وقت نهي، ولا يجوز الثبات على صلاة يحسبها أنها تنزل منزلة الفرض. هذا بالنسبة للمثل الثاني. المثل الثالث أيضا الوصال في الصيام. الوصال في الصيام لم نرى أحدا قال بوجوب الوصال في الصيام، بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لست كهيئاتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فالوصال في الصيام فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجب على الإنسان أن يأتسي بالنبي؟ قد يحتج به من قال بالوجوب، لأنهم فعلوا ذلك. الصحابة لما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل واصلوا، ولما زجرهم قالوا رأيناك تواصل فواصلنا، كأنهم احتجوا بأننا تعلمنا منك أنك إذا فعلت أن نفعل. نحن معهم في كل هذا، نعم هم احتجوا قالوا رأيناك تواصل فواصلنا، وهذا على الاستحباب، من قال على الوجوب؟ رأيناك تواصل فأتسينا بك ففعلنا ما تفعل استحبابا. ومن قال بالوجوب؟ نحن نوافقكم في كل المقدمات بأنهم قد احتجوا، كأنك علمتنا إن وجدناك على فعل أن نفعل مثل ما كنت تفعل. لكن من يقول بالوجوب؟ ائتونا بالدلالة على الوجوب. وأيضا جاء الصارف الذي صرف أن السلام نهاهم عن ذلك وزجرهم، فاختلفت أنظار العلماء في هذا الباب هل يحرم الوصال، وهذا قول الجماهير هو الحق وهو الصحيح. وأما الحنابلة قالوا يجوز الوصال إلى الفجر، لأن السلام أباح لهم الوصال إلى الفجر وفيه نظر، والحاضر يقدم على المبيح، أقل درجات هذا الأمر إلى الكراهة. من ذلك أيضا الاضطجاع بعد الفجر. الاضطجاع بعد الفجر، وهذا الاضطجاع بعد الفجر قال ابن حزم هو واجب، يجب الاضطجاع بعد الفجر. والأظرف والأطرف والأعجب من ذلك أنه قال الاضطجاع بعد الفجر شرط في صحة صلاة الفجر. الاضطجاع بعد سنة الفجر شرط في صحة صلاة الفجر، يبقى كل الناس إن شاء الله صلاتهم في الفجر إيش؟ باطلة. الغالب الأعم للناس لا يفعلون ذلك. طبعا سنبين هل هي سنة أم لا، لكن ابن حزم قال بذلك. هل ابن حزم يتبنى إذ الأصل بالفعل الوجوب؟ لا، هذه المسألة أيضا فيها نظر. كيف ذلك؟ أقول بأن ابن حزم يحتج بالقول لا بالفعل، لأن في حديث أبو هريرة المرفوع قال من صلى سنة الفجر أو رغيبة الفجر فليضجع، قال فليضجع، وهذا من قول أبي هريرة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث لم يصح، تمسك به ابن حزم وهو حديث لم يصح، لأن الذي صح وهو في الصحيح والذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر ويضجع، فهو نقل للفعل لا للقول. فيبقى إذن حجة ابن حزم في وجوب الاضطجاع ليس الفعل ولكن القول، والقول ضعيف، إذن هذا الحكم ضعيف الذي قاله ابن حزم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضجع بعد الفجر، هنا أنظار العلماء اختلفت، بعضهم قال السنة أن يضجع كما اضجع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون على الاستحباب، وهذا على الاتفاق.
هذا باتفاق. أين الذين قالوا بأن الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب؟ أين هم؟ أين قولهم؟ لم يقولوا، بل اتفقوا مع الجمهور على أنه على الاستحباب. قالوا يستحب الاضطجاع، وابن تيمية فرق، قال الاضطجاع هذا ليس بسنة، الاضطجاع هذا سنة إذا احتاج إليه المكلف. يعني هي وقال الاضطجاع سنة في حق المقيم لليل، أما النائم طول الليل فلا سنة له في الاضطجاع. لأن مسلم ما اضطجع لما صبر حال النبي صلى الله عليه وسلم في الاضطجاع، قال ما صبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد إرهاقه، بعد أن أرهق في قيام الليل، فكان يحتاج إلى قسط من الراحة، فلذلك اضطجع كما في حديث صحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وكان سلم نام ونفخ وقام فصلى من غير أن يتوضأ كما وصف ابن عباس. فيبقى هو كان في طيلة الليل يقيم الليل، فلذلك احتاج إلى قسط من الراحة فاضطجع. لذلك كلام ابن تيمية هو أوجه الأقوال في هذا الباب، بأن سنة الاضطجاع أو الضجاع بعد رغبة الفجر ليست سنة إلا في حالة قيام الليل. إن قام الليل وجد في نفسه إرهاق فله أن يضجع بعد سنة الفجر، أما إن نام طيلة الليل وقام على الفجر فليس من السنة أن يضجع لسنة الفجر. من ذلك أيضا النوم مع عدم الوضوء أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يرد على هذا بأنه قد ظهرت الخصوصية للنبي أنه إذا نام لم يتوضأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، وقد نام ولم يتوضأ، لكن الخصوصية قد جاءت صريحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تنام عيني ولا ينام قلبي، إني تنام عيني ولا ينام قلبي، وليس أحد كالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فكانت على الخصوصية. من ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ، هل هذا دليل لهؤلاء أم لهؤلاء؟ نعم، هو نقول لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، لأن هذا لا يدخل تحت النزاع، لأن هذا من باب أفعال الإيش؟ الجبليات، جبلة، هذه من طبيعة في النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا نام نفخ، فليس من السنة النفخ. أيضا من ذلك أفعال الصلاة، رفع اليدين والقبض على الركبتين، وأيضا رفع الإصبع والإشارة به عند التشهد، فكل ذلك من أفعال العبادات وهي على الاستحباب، ولم نرى أحدا قال بالوجوب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلوا كما رأيتموني وصلي، لكنه هناك أفعال قد نقول بالوجوب للقرينة التي أثبتت الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، ثم ذكر له الأركان وقال ذكر له القيام وقراءة الفاتحة كما في المسند، قال تقرأ بفاتحة الكتاب والركوع والاطمئنان فيه، ثم الرفع والاطمئنان فيه، ثم السجود والاطمئنان فيه، ثم الجلوس بين السجدتين، ثم السجود الثاني، ثم الجلوس، ثم القيام بعد ذلك إلى ركعة ثانية، وقال فعل ذلك في صلاتك كلها. وقد وردت الأدلة على أن رفع الأيدي أنها من السنة، فإذا قلنا بأن الركوع والاطمئنان فيه واجب نقول القرينة قد أثبتت ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله هنا صار بيانا للواجب، وإذا خرج الفعل بيانا للواجب فهو واجب. أنتم معي؟ الحمد لله. من ذلك أيضا أفعال الحج، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، المبيت بمنى، المبيت بمزدلفة، الذهاب إلى نمرة وخطبة الناس والجلوس في نمرة حتى الزوال، ثم بعد ذلك الذهاب إلى عرفة. قد يقول الإنسان قال مسلم خذوا عني مناسككم، إذن كل هذه الأفعال واجبة. قلنا لو قلنا بأن كل هذه الأفعال واجبة هي خرجت بيانا للواجب، فالقرينة التي أثبتت وجوبها، لا أن أصل الفعل يكون واجبا. هذا بالنسبة للكلام على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب أم لا، في التقسيم كما قلنا النزاع، كل النزاع في الأفعال التي هي عبادات هي التي نقول فيها النزاع بين العلماء، هل هو على الوجوب أم هو على الاستحباب. والصحيح الراجح في ذلك عند التحقيق هو على الاستحباب، ثمرة ذلك أن كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأتي به الإنسان كان للعبادات، وعند القول الثاني يجب. يبقى هنا المسألة وردت على التأسيم وغير التأسيم، من قال بأن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب يأسم من لم يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال الاستحباب قال فوت الكمال إن لم يفعل، وله في ذلك يعني الحسنات إن أتى بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية، قد يترك النبي صلى الله عليه وسلم العمل خشية أن يفرض
على الناس. وهذا من قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قاعدة ترك العبادة أو ترك العمل خشية الفريضة على الناس. وهذا طبعا أصالة من أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أصل عمل النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفة النبي أنه رحمة للعالمين. فأنت هذه يعني هذه تستفيد منها إفادة عظيمة جدا. قد يكون الأمر الذي تريد أن تفعله فيه ما فيه من المنفعة لك، فيه ما فيه من قربك من ربك جل في علاه، فيه ما فيه من علو الإيمان، لكن سيشق على الرفقة التي معك. فالأولى أن تتنزل أو تتنازل عن هذا حتى يعني تكون ممن كان رفيقا بأصحابي. ولذلك أنت ترى هذا في أصل الشرع. الإمام الشافعي يقول إذا ضاق الأمر اتسع. وأيضا قد قال الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي ولا يريد بكم العسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الضعيف أمير الركب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت بالناس أفتنهم أنت يا معاذ، إذا صليت بالناس فإيش، فمن صلى أحدكم بالناس فليخفف. وقال صلي بسبح أو صلي بشمس وضحاها، صلي بالضحى والليل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا على الناس. فهنا هو يترك العبادة وهو يحبها من خشية أن تفرض على الناس، كما فعل ذلك في رمضان عندما اجتمعوا، والاجتماع أفضل، الاجتماع أفضل أن تصلي جماعة، وكلما كثر الناس في الصلاة كلما كان الأمر عند الله أعظم أجرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك لكنه تركه خشية أن يفرض على الناس. وهذا كما قال في الحديث إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وهذا دليل أيضا على ما قلناه بأن الأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستحباب وليس الوجوب، لأنه ليس بفرض بذاته، هو سيفرض عليهم بأن ليس بفرض بذاته. والحديث الثاني الذي يستدلون به لهذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. خشيت أن تفرض يعني صلاة الليل، خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ما يحب من أجل أو خشية أن يفرض على الناس. وهذه كما قلنا نستنبط منها مسألة الرفق بالناس والرحمة بالناس. وهذه أيضا قد نراها في أبواب التنازع عندما تأتي المصالح والمفاسد، فإن من الرحمة أن تترك المصلحة من أجل أن تدفع المفسدة، المفسدة بها ما بها من الضرر، والمصلحة قد تحصل وقد لا تحصل، فعليك بدرء المفسدة قبل استجلاب المصلحة. القاعدة التي تليها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هل هو حجة أم لا، إقرار النبي هل هو حجة أم لا. الصحيح أننا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيه الله جل في علاه وأمرنا أمرا جزما في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلما يقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول، ما من الأسماء المبهامة صحيح؟ لا ها، وما ما معنى الآية؟ الإضافة هي الإضافة هي التي تدل على المهم. أتاكم بفعل لابد من أن تأخذوا، أتاكم بقول لابد أن تأخذوا، أتاكم بإقرار لابد أن. فالأصل عند العلماء الإضافة إيش؟ الإضافة تعميم. قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه فانتهوا. طيب إذا قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإذا يجب على الإنسان أن يقول كل ما آتى به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حج، فهو حجة واجب، بس هو حجة ده الأصل عشان يكون أوسع، فهو حجة. فحين يكون واجبا كان واجبا، حين يكون مستحبا يكون مستحبا، لكن هو حجة نعم حجة، ولأن السنة سنة قولية وسنة تقريرية وسنة فعلية. السنة القولية كقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أو سنة فعلية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني وصلي، أو سنة تقريرية. ما هي السنة التقريرية؟ التقرير هنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم عملا تعبديا لبعض الصحابة فيقر لا ينكر، أو يسمع حكما شرعيا من صاحب في وجوده ثم بعد ذلك لا ينكر، هذا الإقرار. فالإقرار هنا حجة، لأن القول وإن أتى به الصاحب فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره. وهذا فيه كثير، ترى ذلك مثلا
عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وسمع رجل عندما قال سمع الله لمن حمده، قام رجل فقال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلال وجهك عظيم سلطانك. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال من القائل أنفا كذا وكذا، فارتعدت فرأس الرجل، ثم قال من القائل، فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت 30 ملكا 40 ملكا أو 40 ملكا يبتدرونها أيوم يصعد بها إلى السماء. فهذا الأمر جاء بفعل أو بقول صاحب من الصحابة ثم جاء إقرار النبي، وهذا يقطع ألسنة من قال أنه يصح الاجتهاد في الإيش في العبادات ليبتدع في دين الله، يقول لا تحجروا واسعا يصح. وهذا الذي قاله قاله لي الجفري تصريحا عندما أعطيت فوق رأسي بفضل الله جل في علاه حتى بكى ودلس علي وأخذاني تصريحا، أخذاني فقال لي أدعو الله لي أن يريني الحق حقا ويرزقني اتباعه، وأن يريني الباطل باطلا ويرزقني اجتنابه. فأنا الدموع تنهامر أمامي ومن خدعنا بالله انخدعنا به. فجلست شهرا كاملا أدعو له، حتى ذكرت ذلك لشيخنا الفاضل شيخ أبو إسحاق، فيعني نظر لي نظرة المشمئز وحتى هو يعني كاد يضربني على قفاه يعني، فقال لي ضحك عليك. يعني قال الرجل يعني رأس في البدعة، أتحسب أنه سيسمع ويرجع لما حججته؟ لا والله لا يفعل ذلك، لأنه الرجل بعدما أنا ضيقت عليه الخناق لأنه كان يعتقد أنه لا شرك في الأمة، قلت له هذه عقيدة خاربة لن أتركك تموت عليها، والله لا أتركك. قال الأخلاقيات وعندي وعد، قلت له دعك من هذا. هو طبعا جلس وقتا طويلا يعمي على الناس بالوعظ المزيف الذي يفعله. فالغرض المقصود أنا قلت له لا أتركك تموت على هذه العقيدة. فقال إذن لنا موعد آخر في الربيع. فالشيخ بقى قال لي ضحك عليك، في الربيع لأنا بروح استناه إن شاء الله. فطبعا يعني هو الحق أنه كان يدلس ويلبس على الناس بهذا، أنه يقول الاجتهاد الأصل أن الاجتهاد في العبادات يصح، ولما لما تحجير الواسع. واستدل على ذلك بمسألة الصدقة، الكومة التي أتى بها الرجل في الصدقة عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الفقراء متقلدي النمار، فغضب وتمعر وجهه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يأتي تصدق رجل بصاع بره بصاع تمره إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل بكومة فضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع وتتايع الناس على الصدقات حتى صورت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا اجتهاد، وهذا طبعا هذا ضعف منه. والصحيح الراجح أن نقول أنه لا اجتهاد في العبادات، لا اجتهاد، الأصل في العبادات التوقيف، والأصل في ذلك قول الله تعالى وما آتاكم رسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. والأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي، فسنتي التي أوحي إلي بها، هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا دلالة واضحة جدا على أن الأصل في العبادات التوقيف. وأيضا قول السلام من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، هو طبعا بيرد على هذا يقول من أحدث في ديننا ما هو منه فهو إيش مقبول. قلنا أنت تحتج بالمفهوم بالمفهوم والمنطوق يصادمك، أنتوا فاهمين؟ لأن المنطوق من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من، طب لو كان منه الصلاة منه ولا مش منه؟ منه. الصيام منه ولا لا؟ اللاعب ليس منه، يبقى هذا إحداث. فهو بيقول بالمفهوم، نقول هذا احتجاج بالمفهوم، والمفهوم يصادم منطوقا. المنطوق النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس منه. والمنطوق أيضا في الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا نكرا، أو في سياق الشرط فتفيد العموم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل. فلذلك الحديث هذا ليس حجة لهم. لما قال ذكر الرجل لا نحتج بذكر بفعل الرجل، نحن نحتج بإيش؟ بإقرار النبي عليه، نحن نحتج بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولذلك نرى بأن أيضا بلال لما توضأ وكان ما توضأ وضوءا إلا صلى به، فأقره النبي، أقره الله فأقره النبي، فهذا إقرار، هي سنة تقريرية. أما من أتى بعد هؤلاء فأتونا بمن يقر لهم نأخذ باجتهادهم في العبادات. إذا قالوا اجتهاد تنزلنا معكم الأصل في العبادات الاجتهاد، طب اجتهد، لكن ائتونا بمثل الصحابة يجتهدون فنأخذ باجتهادهم. لأن الصاحب إن أخطأ أنكر الله عليه بإيش؟ بالوحي. التابعي إن أنكر نزل جبريل بالإنكار، لكننا مش كل إنسان بيطلع على إنكار جبريل على التابعي، لكن ممكن يطلع على إنكار جبريل على إيه؟ على الصحابية. هوى الحر، إذا مات نبي انقطع الإيش؟ انتهى الأمر. يبقى حتى لو في إنكار لا نعلمه، يبقى ليس أحد مثل الصحابة في هذا الباب. فلو قلنا بأن
الاجتهاد وارد في العبادات للصحابة خاصة. لما؟ لأن منزل الوحي في وقتهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بينهم يقر أو ينكر، مفهوم ولا لا؟ يبقى هذا أيضا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر فصار سنة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر رضي الله عنه وارضاه في إيش؟ في الرؤية، لما قال دعني أعبر هذه الرؤية، فلما أولها قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت وأخطأت، قال أصبت أنا يا رسول الله أم أخطأت؟ قال أصبت وأخطأت، فأقره في الحالتين وأنكر عليه في الخطأ لأنه قال أخطأت في بعض. وفي أيضا في إقراري أن الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل فقال رسول الله أنا قتلت فلان، وكان سلبه معه آخر، فقال يا رسول الله سلبه معي فأرضيه عن هذا السلب، يعني كل شيء على المقاتل. تعرفون القاتل سلب القاتل يكون للقاتل، درستم أنت هذا وأمن نفسي أن تكونوا درستم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه السلب، السلب يعني إيش؟ يعني الذهب اللي عليه، السيف الذي كانت سيوفه من الذهب ومن الفضة، عليه درع، الدرع هذا ممكن يشتري بناية كاملة، يعني كانوا أصحاب شره وأموال، فالسلب للقاتل. فجاء رجل قال رسول الله سلب هذا القتيل معي، ارضي هذا القاتل يعني عني، يعطيه شيء آخر من الغنيمة. فقام أبو بكر فقال لا الله، لا والله، أيعمد أسد من أسد الله يقاتل وينافع عن الله عن رسول الله فيعطيك سلب أو لا والله؟ فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال للقاتل الإيش؟ سلب. هذا إقراره من النبي صلى الله عليه وسلم. فإقرار النبي حجة، سنة، يعني سنة كالسنة الفعلية والسنة القولية، لكن في المرتبة إذا حدث الخلاف بين قول وإقرار فالإقرار يقدم، فالقول يقدم، وإذا حدث خلاف وتعارض بين فعل وإقرار فالفعل أيضا يقدم. من ذلك نوم الصحابة قعودا ينتظرون الصلاة. أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة العشاء، قال فقعد القوم، أو قال فنام القوم تخفق رؤوسهم. العلماء قالوا لا تخفق الرؤوس أبدا، هم على الضجاع، بل وهم على حالة كونهم إيش؟ قاعدين جلوسا. لذلك قال الشافعي، وهذا أقرب المذهب للصحة، أن النائم إذا نام قاعدا ممكنا المقعدة كما كان الصحابة وإن خفقت رأسه فوضوءه لا ينتقل، لأن الصحابة فعلوا ذلك وقاموا يصلون. لذلك أنس يقول وكانت تخفق رؤوسهم، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا فصلى بهم ولم يتوضأ أحد. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على من قعد فخفقت رأسه من النوم بأن وضوءه لم ينتقد، فعليه الصلاة بهذا الوضوء. هذا إقرار سنة تقريرية يبينها أنس رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم إلا في بني قريظة، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للإثنين، قلنا هذا ليس تصحيحا للإثنين كما فصلنا قبل ذلك. من ذلك أيضا بأن يعني من الأمثلة على الإقرار قبل أن ندخل في هذه الأمثلة، خالف في ذلك أبو بكر الباقلاني من المالكية، قال التقرير إقرار النبي سنة، لكنه سنة في حق من أقره النبي صلى الله عليه وسلم على قول أو على فعل. المعنى بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر مثلا أنس النام فقام فصلى فأقر على ذلك، فالحكم خاص بأنس ليس على العموم. يقولون إقرار النبي حجة فقط لمن أقره على الفعل، لأنه هو المعني بالحكم. صراحة هذا من أضعف ما يكون، لأن الأصل في الأحكام الإيش؟ العموم. الأصل في التشريع لا أحيان بحال من الأحوال. أرأيتم الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقم علي الحد، طهرني يا رسول الله. قال له أبو بكر استتر بستر الله. قال لا والله، طهرني يا رسول الله، أتيت من المرأة ما يأتي الرجل من امرأته غير أنني لم أطأ، يعني لم يجامع، لكنه فعل كل شيء. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى، ثم بعدما انتهى من الصلاة قال أين السائل؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب قد غفر الله لك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، الحمد حتى إن رضيت على هذا يعني الكرم والجود في العطاء والمغفرة. فقال يا رسول الله ألي خاصة الحكم الآن؟ ألي خاصة؟ قال لا، بل لأمتي عامة. الأصل عدم التخصيص. والحق النزاع قد لا يكون في هذا، النزاع الذي بين الأصوليين هو في مسألة جاء الإقرار فيها من السماء لا من النبي صلى الله عليه وسلم. إيش معناها؟ معناها عن فعل تعبدي أو فعل أو قول تعبدي،
ولم لم في زمن النبي شرط فعل تعبدي او قول تعبدي في زمن النبي ولم يرد دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا فاقره. فهل هذا يكون حجه يعمل به ام لا؟ خلاف من العلماء. النزاع هنا هذه المساله التي يصح فيها النزاع بان يفعل صاحب من الصحابه فعلا او يقول قولا يتبعه حكم من الاحكام الشرعيه ولم يرد دليل صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه فاقر، يبقى الاحتمال وارد انه اطلع او لم يطلع. فهل هذه يكون اقرارا ويكون بذلك سنه ام لا؟ طبعا على خلاف العلماء قال ليس بسنه وليس باقرار لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه، بل الزركشي وغيره من علماء الاصول ايضا قالوا بانه لابد ان نقول اذا قلنا بان هذا اقرار وان الاقرار حجه لابد له من الشروط، ومن هذه الشروط اطلاع النبي على الفعل او على القول. من الشروط حتى يكون الاقرار حجه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل او على هذا القول. وهذا طبعا في حقيقه الامر، فقال لابد ان يطلع النبي صلى الله عليه وسلم ليقر حتى نقول انه حجه. وقالوا طبعا بان يكون مستطيع للانكار او الاقرار ولا شغله شاغل، يعني لا يكون هناك عذر حتى لا يقر ان اقر او انكر، لا يكون عذر هو الذي حجبه عن ذلك عن الانكار، وان يكون الاقرار لمسلم لا لكافر. كل هذه شروط يعني صراحه فرعيه. الصحيح في ذلك ان نقول النزاع في هذه المساله في الفعل او القول التعبدي من صاحب جليل في زمن النبي ولم يرد التصريح بانه اطلع على ذلك، في خلاف والذي ندين الله به وهو الحق والراجح الصحيح بانه حجه. ما كان من فعل في زمن النبي وان لم يرد الدليل الصريح انه اطلع عليه فهو حجه. لما؟ قلنا لان الله قد اطلع عليه، لم يطلع النبي، الذي يوحي الى النبي اطلع عليه، ولو كان منكرا لانكره لان الله تعالى لا ايش؟ لا يقر على منكر، لان الله تعالى لا يقر على منكر. واحنا ممكن نضرب مثلا الى تصور طلبه الاصول في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى قولا تصريحيا، نهى عن استقبال القبله واستقبال القبله حين قضاء الحاجه. جاء ابن عمر وقال رضي الله عنه وارضاه ارتقى على بيت حفصه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الشام يستقبل الكعبه ويقضي حاجته. هنا الان الذين يقولون بان الاصل حرمه الاستقبال والاستدبار في الخلاء او في غير الخلاء قالوا اما حديث ابن عمر لا يؤخذ به لاننا لا ندري اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ان احدا راه ام لا، وان المساله خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول ان اطلع او لم يطلع المساله عند الله جل في علاه، فالله جل قد اطلع، فيكون هنا النبي صلى الله عليه وسلم اقر ابن عمر في نشر ذلك بين الناس بان الله اقر ابن عمر ان يفعل ذلك وهو تشريع للناس، وهو تشريع للناس. وايضا اصرح من ذلك ما جاء عن جابر رضي الله عنه وارضاه وعن ابي سعيد الخدري بانه قال انهم سالوا سلم عن العزل فقال هو الوأد الخفي. في روايه اخرى قالوا يا رسول الله او قال يا رسول الله عندنا الاماء ولا نريد الحمل لها، انا اريد اتمتع بها واريد بعد ذلك بيع هذه الامة فاعزل عنها. فقالوا ان اليهود قالت العزل هو الموؤودة الصغرى، العزل هو الموؤودة الصغرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يهود، فلو اراد الله جل في علاه خلق نسمة ما منعه احد. وهذا لا نستدل به، انا ابين فقط العزل واقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلام جابر هو الذي يبين ذلك. جابر قال كنا نعزل والقران ينزل، ولو كان ثمه نهي لنهانا القران. وهذا اصرح في الدلاله بانه قد يطلع النبي او لا يطلع. كنا نعزل والقران ينزل، يبقى المساله من فوق، المساله من عند ربنا جل في علاه الذي يوحي. قال كنا نعزل والقران ينزل، فلو كان ثمه نهي لنهانا القران عن ذلك. ثم ذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى الفقه. ثم ذهبنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فاطلع علينا فأباح لنا العزل، فأباح العزل أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه بالنسبة للمسائل التي يمكن أن يكون فيها النزاع، هل الإقرار هنا حجة أم ليس بحجة؟ والراجح في كل الأحوال بأنه حجة. أمثلة كثيرة على مسألة الإقرار، منها أولا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعباد بن بشر في الصلاة وعمار بن ياسر. عباد بن بشر صلى والدماء تسيل، صلى، ولذلك كان لبراسة لعمر الخطاب ولغيره أن يصلي والدماء في ثوبه. وهذا أيضا من الأدلة يستدل بها العلماء على انخرام الإجماع المدعى على أن الدماء نجسة. إجماع هذا إجماع مدعى، يعني
بعض إخواننا من طلبة العلم ألف رسالة كاملة في هذا الباب، توهم إجماعا وعاش خلفه. يعني هو الأول حارب من أجل أن يقول أن هذا إجماع فقعدها إجماعا، ثم حارب بقى بعد ذلك على أنه لا يجوز مخالفة الإجماع، والشوكاني يفعل ذلك، وهذا من طلبة العلم لابد من احترام الإجماع. دعك المقدمة الكل يتفق عليها، ثبت العرش ثم انقش. فالإجماع منخرم، فقد استدل به بعض العلماء على عدم نجاسة الدم. الغرض المقصود بأن عباد بن بشر لما قام يصلي فضرب برمية بسهم، وكان يقرأ البقرة، فسال دمه ومع ذلك لم يقطع الصلاة. فلما قام عمار استغرب جدا وسأله عن ذلك أو أنكر عليه لما لم توقظني، قال ما أحببت أن أقطع صلاتي بيني وبين ربي أو قراءتي بيني وبين ربي، واطلع المسلم على ذلك وأقرهم. فهذا إقرار كان حجة على أن من صلى وسالت الدماء منه في صلاتي لا يخرج من الصلاة، وكان يفعل ذلك بعض العلماء. كان يفعل ابن عمر، كان يخرج من الدماء للتسيل من الرعاف، كان إذا نزلت الدماء وسالت من أنفي يخرج يغسل الدماء ويرجع يصلي ولا ينتقد وضوءه، لكن هو خرج من أجل استقذار الدم فقط، وإلا فعباد قد صلى وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة أيضا في ذلك. وعمر بن الخطاب صلى وجرحه يسعبه دما ومع ذلك لم يقطع الصلاة. من ذلك أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أن يصلي جنبا بغير وضوء مع أو غير اغتسال مع وجود الماء، فقد تيمم عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه في غزوة ذات السلاسل، قام ليلة في ليلة باردة شديدة البرودة، فقام رضي الله عنه وارضاه يصلي الناس بالناس الفجر، فظن أنه لا يحتمل هذا الماء البارد فضرب على الحائط ومسح على وجهه ويديه، ثم قام فصلى بالناس على هذا التيمم مع وجود الماء، مع أن الله قال في كتابه فإن لم تجدوا شرطه الآن، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وهو واجد للماء. لذلك لما أقبل على النبي قال يا عمرو أصليت بالناس جنبا؟ أصليت بالناس جنبا؟ وهو يبتسم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي وكان فقيها رضي الله عنه، قال يا رسول الله سمعت ربي يقول ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، شدة البرودة، فتيممت. فابتسم النبي، وابتسام النبي غضبا لأنه طلب قتل عمرو بن العاص أنه صلى الناس جنبا، صحيح ولا لا؟ لا، ابتسم النبي إقرارا، ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا، فكانت حجة على أن الواجد للماء لابد أن نقسمه إلى قسمين، واجد حقيقة وواجد حكما، أو فاقد للماء حقيقة وفاقد للماء حكما. فالذي لا يستطيع أن يقترب من الماء لأسد لسبع لشدة الحرارة شدة البرودة، هذا فقد الماء إيش؟ حكما، فقد الماء حكما. أيضا من ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالطلاق ثلاثا، وهذا فيه منازعة، لكن هو يحتج به الشافعية، لأن الحنابلة يرون أن الطلاق ثلاثة دفعة واحدة بأنه من البدعة، والشافعية يرونه سنة، فالشافعية يحتجون بدليل ويقولون إقرار النبي يثبت السنية للبدعية. وما إقرار النبي؟ جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله طلقني زوجي فبت طلاقي، طلقني زوجي فبت، يعني إيش بت طلاقي؟ ثلاثة، طلقني زوجي فبت طلاقي بطلاق ثلاثة. قال وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الطلاق ثلاث يقع، وأنه من السنة وليس من البدعة. وإن وجه الدلالة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لزوج فاطمة أنه طلقها فبت طلاقها. وأيضا في حديث فيه ضعف بأن ركان جاء لمسلم وقد طلق امرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي يحسب أنه لما طلقها ثلاثا أنها بانت منه، فقال له مسلم ما أردت؟ الله ما أردت؟ قال والله ما أردت إلا واحدة. قال فهي واحدة، يبقى الذي جعلها تنزل من الثلاث إلى واحدة أنه فسر للنبي أنها كانت للتأكيد لا للتأسيس، لو كانت للتأسيس يبقى طالق واحدة، طالق ثانية، طالق ثالثة وانتهى، لكن هو قال والله لما قلت لها أنت طالق 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 ثلاثا كنت أريد طالق وأؤكد طالق وأؤكد طالق، طلقتك افهمي، فكأنه يطلق ويؤكد الطلاق الأول فتقع يقع الطلاق إيش؟ طلقة واحد. لكن هنا الشافعية يستدلون به على أن الطلاق ثلاث قد يقع وقد يطلق في قول واحد دفعة واحدة، وهذا من السنة وليس من البدعة. ودليلهم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لزوج فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها. أيضا من ذلك إقرار قضاء الراتبة في وقت النهي،
النبي صلى الله عليه وسلم لما قال, قال ابن عباس حديث الصحيحين قال حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد طلوع الفجر ونهى عن صلاة بعد غروب الشمس, نهى عن صلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس, ونهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ومع ذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي بعد الفجر ركعتين قال الفجر مرتين, قال سنة الفجر, فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهذا إقرار يعطي الشافعية خلافا للجمهور, إقرار يعطي الشافعية الحجة الدامغة عليهم في صحة قضاء صلاة الراتبة في وقت النهي, صحة وهي صلاة ذات سبب. أيضا من ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في إحرام علي, إقراره بأن يحرم, أن علي بن أبي طالب أحرم على إحرام النبي, يعني إقرار النبي على الإحرام المبهم. ولذلك الفقهاء اتفقوا على أنه يصح الإنسان أن يحرم إحراما مبهما, لابد أن تتعبد بالإحرام, أن تقول لبيك عمرة, لبيك لو كان الحج لبيك حجا إفرادا, هو الآن لبيك عمرة مقترنة بالحج, لبيك عمرة وحج, أو لبيك حج عمرة لا رياء فيها ولا سمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, أو تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. يبقى إذن هذا تبيين للإحرام, ولا تصح العبادة إلا ببيان. وهنا في الإحرام يصح الإنسان يقول أحرمت على إحرام فلان, هذا إحرام مبهم هو الآن, وهو لا يدري أحرم مفردا أحرم متمتعا أحرم قارنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا موسى الأشعري وأقر علي بن أبي طالب, لكنه وجه أبا موسى توجيها آخر لعلة كما سنبينه. لما جاء أبو موسى من اليمن وعلي بن أبي طالب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونه حجا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحرمتما؟ قال نعم. فقال علامة؟ فقال علي أحرمت بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم, وقال الآخر أبو موسى أحرمت بإحرام النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري معك, قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري قال له معك هدي أو سقط الهدي, آسف, قال سقط الهدي؟ قال لا. قال طب البيت بالصفا والمروة وقصر شعرك وتمتع. قال أتحلل؟ الحل كله؟ قال الحل كله. وأما علي فقال قد سقط لك الهدي, يعني ساق الهدي وعلي مشترك معه في الهدي الذي ساقه, قال ابقى على إحرامك, فجعله قارنا وجعل أبو موسى متمتعا. يبقى هنا نستدل بها على إقرار النبي بأنه يصح للإنسان أن يحرم إحراما مبهما, كتلميذ, عشان تتصور المسألة, كتلميذ سافر مع شيخه للحج وهو لا يدري أي شيء عن مناسك الحج ولا مناسك العمر, وهو يركب معه في الطائرة يعني يتمنى أن يحج كما يحج شيخه, فقال لبيك اللهم بحجك حجة شيخ أو بإحرام كإحرام شيخ, فهنا أحرم إحراما مبهما. فنقول الإحرام يصح بذلك إن علقوا على غيره لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لإحرام علي والإحرام أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقتل الأعمى للمرأة الجارية التي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم, رجل كان له جارية هي أعطف ما تكون عليه وأحن ما تكون عليه, لكنها كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم, كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم بأشعار. ففي ذات ليلة نهاها الرجل عن سب النبي فلم تنتهي, فأخذ المغول فاتكع على بطنها حتى قتلها, ثم قام المسلم وشد في الأمر على أن يخرج من فعل ذلك, فقام الرجل متهللا قال أنا يا رسول الله الذي فعلت ذلك, ووالله إني سمعتها يعني تتكلم فيك وأذتني فيك فقتلتها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دمها هدر. فهنا إقرار, الإقرار ده نأخذ منه أي حكم أخ إبراهيم وكلام العلماء فيه؟ تفضل يا شيخ محمد. ممتاز, هذا إقرار النبي على قتل المرأة وجعل دمها هدر, دلالة واضحة جدا على أن حد من سب النبي القتل ويقتل ردة. وبعضهم قال لا توبة له, لا استتابة, والمصلحة تقتضي الاستتابة, فإن تاب قتل أيضا, فإن لم يتب قتل أيضا, لكن إن لم يتب قتل ردة, وإن تاب قتل إيش؟ قتل حدا, قتل حد. فإقرار النبي يدل على أن الحكم بأسره في من سب النبي القتل في كل الأحوال, وإن تاب, وإن تاب نعم, وإن تاب لا يسقط القتل, لكن لو سب الله وتاب يسقط القتل, لم نقدر عليه فتاب قبل أن نقدر عليه يسقط القتل. كيف أنتم تعظمون النبي على النبي على الله؟ استغفر الله, لا, لكننا ندور مع الشرع حيث
دار. هنا الآن الحق حق من؟ أجيب يا لهوي الأولاني، الحق حق من؟ حق الرسول. في أحد فيكم ذهب للنبي وقال يا رسول الله هناك مغفل سفيه من البله السفهاء تكلم عن عرضك وسبك، فهل تسقط حقك عنه؟ فرد فقال قد أسقطت حقي عنه. هل بيحدث هذا؟ يبقى إذن لابد من إيش؟ تطبيق الحكم، ألا وهو القتل. لكن الله جل في علاه، الله قد بيّن لنا أنه قد إيش؟ آه نعم، قد سهل وتسامح فيه حقه سبحانه جل في علاه، لأنه قال، قال الله جل وعلا كما قال إن سلف من تاب تاب الله عليه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الغرض المقصود بأن الإقرار هنا يدل على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم الحجة فيها أن يقتل، والذي يقتله ولي الأمر، الذي يقتله هو ولي الأمر حتى لا يكون الافتيات على ولي الأمر. أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه أحكام شرعية، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمار في الأخذ بالرخصة، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبلال في الأخذ بالعزيمة، دل ذلك على أن الحكم الشرعي قد يأخذ بالعزيمة له ذلك، ويأخذ بالرخصة له ذلك. فبلال عذب عذاب، عذبوه عذابا شديدا ليتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم أو ليكفر وهو يقول أحد أحد ويغيظه، وأخذ بالعزيمة واشتد النكال والعذاب والوبال ببلال وهو صابر محتسب. لذلك عمر بن الخطاب ماذا قال؟ بلال سيدنا وأعتقه سيدنا، وأما عمار فماذا فعل؟ عمار أخذ بالرخصة لما اشتد الأمر عليه ليتكلم في النبي فتكلم في النبي، ثم جاء يبكي قال يا رسول الله اشتد الأمر علي حتى أتكلم فيك فتكلمت فيك، فقال كيف تجد قلبك؟ كيف وجدت قلبك؟ قال وجدت قلبي مطمئنا بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد إقراره الآن. وهذا طبعا تطبيق لقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من ذلك أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لسودة، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لسودة أنها وهبت ليلتها وأسقطت حقها، وهبت ليلتها لعائشة وأسقطت حقها في المبيت، هذا حق قد قسم الله جل في علاه. الخلاف الفقهي بين العلماء، هل القسم ليلة وليلة واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أم هو لا يجب يعني مستحب؟ في خلاف، لكننا الآن نتعرض لمسألة أخرى. سودة كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، كبر سنها وغلب على ظنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سيطلقها، فذهبت إلى عائشة وقال أو ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أريد أن أكون زوجا لك في الآخرة، لا ما أريد أن أضيع هذا الخير. وهذا فقه راقي، فقه راقي، يعني الدنيا بأسرها لا تساوي لحظة تنظر فيها للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهي في الديمومة مع النبي صلى الله عليه وسلم من ديل سعد عند في الجنة أفضل من الدنيا وما فيها، فكيف نظن بمن عاش دهرا وأمدا 30 سنة يعمل لدين الله جل في علاه صباح مساء ليل نهار لا يرى أهله إلا دقائق معدودة، ثم ترى الأصاغر، بل أقول أصاغر وأصاغر، يتكلمون في عرضه أو يتهمونه في دينه، وهذا سوء أدب وسوء أيضا فعل ممن فعل، وهذا جهل مركب، وهذا جهل مركب. رجل يعمل لدين الله جل في علاه، فلابد أن نقول بأن الذي تعلم هذا العلم لا يبيع الآخرة بهذه الدنيا التي ليس فيها ثمة شيء، وهو ليس له من الدنيا من شيء، فكيف يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة؟ إحسان الظن بالعلماء وطلبة العلم هو أهم ما ندين الله به، وحب العلماء وحب طلبة العلم دين ندين الله به، وبغض العلماء وبغض طلبة العلم نفاق في القلب. ولذلك ابن تيمية يقول أسوأ القلوب قلبا عند الله جل في علاه القلب الذي يحمل على طلبة العلم، أسوأ القلوب قلبا القلب الذي يحمل على أهل العلم، لأنهم ورثة النبي، لأنهم الذين حملوا الشريعة، ولا تقوم الشريعة إلا بأمثال هؤلاء، وإذا سقط هؤلاء أسقطت أنت الشريعة، ولا يمكن الدين إلا بالعلماء وطلبة العلم. أم سلمة هنا ترى أن النظرة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا بأسرها، فقالت يا رسول الله إني أريد أن أكون زوجا لك في الآخرة، لا تطلقني ولا أرب لي في الرجال، لا بغية لي في الرجال، وليلتي لعائشة فلا تطلقني، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فالإقرار أخذنا منه حكم هنا بجواز إسقاط صاحب الحق حقه. لذلك عائشة قالت في بعض الآيات، في تفسير بعض الآيات، قالت امرأة تكون عند الرجل شديد يعني الفعال، أو كان رجلا فيه ما فيه من النشوز وتخشى من نشوزه، فلها أن تسقط حقها من أجل أن يبقيها
على ذمته. عائشة قالت ذلك أو الآن لأنها رأت أن النبي قد أقر سودة على أنها وهبت ليلتها لعائشة على ألا يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم مصالحة، فكان إقرارا من السلام وكان حكما شرعيا، وهو الذي نستدل به على أن زواج المسيار اللي عليه هذه المقاتلات العظيمة أنه صحيح ولا شيء فيه. الذي لا فقه له هو الذي يتكلم ويقول والحياة ليست بالديمومة، وليس رجل يدخل ويخرج على امرأته وليس سترا عليها. ما بك أنت الآن؟ امرأة ما تحتاج إلا لعفة ساعة أو ساعتين، أو تحتاج أن ترى رجلا يكون ظل الرجل أفضل من ظل الحائط التي تعيش فيه. فهذه المرأة هي تكتفي مادة ومالا وأنسا بأهلها أو ولدها، وتحتاج إلى العفة، وتحتاج رجل سويعات أو تحتاج رجل دقائق. وقالت أسقطت المبيت وأسقطت أيضا النفق، لها ذلك حق لها قد أسقطته، فلما تقول أنه ليس بنكاح وأنه هو نكاح عقد عليها بولي وشهود، وهذا النكاح يرضي الله لنا في علاه، لا سيما أنه العفة فيها بالحلال وفيها العصمة للمرأة والعصمة للرجل. وأصله هو فعل سودة أنها وهبت ليلتها، أسقطت حقها في المبيت من أجل ألا يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إقرارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك قاعدة السكوت النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو بيان عن البيان حجة أم لا؟ سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان هل هو حجة أم لا؟ الحق بأننا لابد أن نقول السكوت والإقرار ما الفرق بينهم؟ تداخل عظيم. السكوت هو الإقرار والإقرار هو السكوت. لا، الصحيح أن هناك شعرة فارقة بين سكوت النبي عن البيان وبين إقرار النبي. أما سكوت النبي عن البيان فهذا كما قال علماؤنا فهو سكوت عن وجه من الوجوه، سكوت عن وجه من الوجوه دون الإيمان بكل الأحكام، فهذا كله حكم لم يبين سلم وجه من الوجوه. وأما الإقرار يكون إقرار على كلية القول أو كلية الحكم. يبقى سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان هل هو حجة أم لا؟ العلماء يقولون سكوت النبي عن البيان حجة، سكوت النبي عن البيان حجة. والمعنى الآخر كقاعدة أخرى تأخير البيان عن وقت الحاجة إيش؟ لا يجوز. فإن سكت عن البيان كان الحكم على ما ارتضاه، كان الحكم على ما ارتضاه. والفرق بينه وبين الإقرار أنه سكوت عن وجه من الوجوه، قد يظهر حكم. يعني المسألة التي جاء فيها الرجل لها أحكام ثلاثة، فأظهر حكما وأظهر الثاني وسكت عن الثالث، يبقى كأنه أعطاك حكم بعدم البيان في إيش؟ في الثالث هذا. كما كان الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ينتف لحيته ويضرب رأسه ويخمش وجهه ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي نهار رمضان، قال تعتق رقبة؟ قال لا أملك رقبة، قال صوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع ما فعل به ذلك إلا الصيام، فقال أطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد طعاما، حتى أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعزق من تمر، فقال له تصدق بهذا؟ قال على أفقر منا، هذا المسألة رايحة يعني واصلة للنهاية، أو على أفقر منا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به على أهلك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل، والرجل هنا ماذا فعل؟ جامع امرأته في نهار رمضان. لا تقول جامع الهواء، جامع من؟ امرأته. جاءت الأحكام تدور على الرجل أم على المرأة؟ على الرجل. وسكت النبي عن المرأة، يبقى لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم في معرض البيان عن المرأة ولم يبين، يبقى حكمها يلحق به، يلحق به. وهذا الذي قعده الإمام الشافعي في هذا الباب، وقال ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في إيش؟ في المقال. لما لم يبين وتأخير بين وقت الحاجة لا يجوز، قلنا لا شيء عليه، بل حكمها حكم زوجي، يكفر عنه وعنها، يكفر عنه وعنها. هذا مذهب الشافعي وهو الأقوى والأصح، هذا بالنسبة لهذا المثل. أيضا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد لبى بعمرة أو لبى بحج، لبى بعمرة أو لبى بحج، فكان قد لبس جبة وتمخض بالطيب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري، يعني هو يعلم أن هذه من محرمات محظورات الإحرام مثلا في وقت الحج أو في وقت العمرة، ما يعلم أن ذلك في وقت الحج، فذهب للنبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما الجبة فانزعها، أما الجبة فانزعها، وأما الطيب فاغسله، وافعل في حجتك ما كنت تفعل في عمراتك. وسكت عن أمر رجل الآن أتى بمحظور من المحظورات، فعلمه كيف ينتفي هذا المحظور، انزع الجبة، المخيط لا تلبسه، انزع الجبة واغسل عنك الطيب. طب هنا لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال انزع عنك الطيب واغسل او اغسل عنك الطيب وانزع الجبة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم بين احكام وسكت عن
سكت عن ايش؟ وسكت عن حكم ايش هو؟ ممتاز، الفدية. الفدية اتى محظورا من الاحرام للاحرام، ما قال له اذبح صم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن اجره لما اتى للنبي صلى الله عليه وسلم والقى القمل يتناثر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ما كنت ارى ان الوجع او الجهد يصل بك الى ما وصل يبلغ بك ما بلغ. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 ايام او اطعم 6 مساكين او اذبح شات وخياره، فهذه فدية هو الآن. فلم يأمروا بالفدية. هنا قال العلماء لما لم يأمروا سكت النبي عن حكم من الأحكام، والسكوت هنا سكوت عن إيش؟ عن الفدية، فصار حكما بأنه لا فدية عليه. سكوت النبي عن البيان هنا، ولأن المقام مقام تبيين وتأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز. لو قيل بأن الحكم عليه فدية وسكت النبي قلنا لا يجوز على النبي، لأن الله جل في علاه قال وأنزلنا عليك الذكرى لتبين. أين أين البيان؟ فلما سكت عن البيان المنتظر وهو الأمر بالفدية علمنا أنه لا فدية، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له عليك الفدية، فقالوا هنا سكت عن البيان دل لنا حكما وهو لا فدية. والحق بأن العلماء اتفقوا في هذه المسألة، لكنهم يفرقون في الفدية بين ما كان للطرف كالعطر وكالمخيط وما كان للمتلفات، فقالوا بوجوب الفدية في المتلفات ضمان المتلف، لأنها أصل تأصيل شرع. لو قتل صيدا ولو قتله حتى جاهلا فليس عليه شيء، لو قتله جاهلا، لأن هذا لبس المخيط جاهلا وتضمخ بالطيب جاهلا، فلو قتل صيدا جاهلا تضمخ بالطيب اغسل عنك الطيب ولا شيء عليك، لبس المخيط اخلع المخيط ولا شيء عليك، لأن هذا من باب الطرف فقط الإطراف. أما الثاني هذا من باب الطرف، أما الثاني فإتلاف الصيد من باب ضمان المتلفات فيكون عليه الفدية. هذا بالنسبة لهذه القواعد الأصولية والأدلة عليها.